جميع يرى ان رغم الصفقات العالمية لنادي الاتحاد جدة، بس المستوى مش افضل شيء. هل انت شايف ان ده ممكن يؤثر على اداء الاتحاد جدة في كاس العالم للاندية؟ مدرب نادي الاتحاد حتى الآن لم يصل إلى تشكيلة معينة مع الغيابات اللي تحصل له، ولكن في الأخير نونو سانتو لديه تخبطات. أنا من وجهة نظري كعبد العزيز أرى أنه حمد الله وبنزيمة ما في توافق نهائيا، لأنهم يعني الأدوار شبه متقاربة. حمد الله رجل أو لاعب يختلق المشاكل دائما بطريقة أو بأخرى، شاهدناه في النصر، نشاهده الآن في الاتحاد. التصريح الأخير اللي تكلم فيه كريم بنزيمة يعني الشيء بالشيء يذكر انه نونو سانتو لا يجيد العمل التدريبي باحترافيه. هنا هذه علامه استفهام كبيره. هل ده معناه ان نونو سانتو يرحل عن الاتحاد جده؟ هو تكلم كريم بنزيما انه الرجل هذا عليه علامات استفهام في عمله التدريبي كمدرب محترف. فلما تجيك علامه الاستفهام هذه من شخص ككريم بنزيما، تشعر انه في خلل في منظومه العمل. هل في معلومات ان نونو سانتو يرحل عن الاتحاد جده؟ هذا الرحيل يعود للاداره. انا اعتقد انه في حال اخفاق نونو سانتو في كاس العالم للانديه، خصوصا مع النادي الاهلي المصري ان كتب الله يعني وخسره، اعتقد انه سيرحل مباشره اذا حقق انجازات هيستمر. توقعاتك بقى للمباراه المحتمله ما بين الاتحاد جده والاهلي كاس العالم للانديه، مين هيكسب؟ لا احنا خلينا نتكلم انه الناديين كلهم كبار. أنا أعتقد أنه إذا التقى الاتحاد والاتحاد السعودي والأهلي المصري، من وجهة نظر عبد العزيز أنه الاتحاد السعودي راح يعاني، لأنه لديه يعني ثغرات كبيرة في خط الظهر. بوجود أحمد حجازي راح يحاول يلملم جراحاته، ولكن يا أحمد حجازي حتى يعود إلى مستواه الطبيعي يحتاج إلى فترة معينة. وأعتقد حتى الاتحاد هو ما راح يجازف فيه إذا كان لم يكن جاهز 100%. لا شك أنا أتمنى فوز الاتحاد السعودي على الأهلي المصري، هذا ما فيها خلاف، كوني سعودي وهذا ابن جلدتي، ولكن فوز الأهلي المصري لا يقلل من قيمة الاتحاد، وفوز الاتحاد لا يقلل من قيمة الأهلي. ولكن أنا أرى أنه المباراة يعني ملامحها سوف تغلق في تفاصيل بسيطة، في أمور فنية بسيطة، إذا استطاع عقلية المدربين من الفريقين التعامل معها بشكل جيد وتحضير اللاعبين بشكل كبير. اللي أكثر سيطرة على المجموعة راح يكسب، بالإضافة إلى أنه مدرج نادي الاتحاد هذا بيته ومكانه، أعتقد هو المحفز رقم واحد للاتحاد من سنوات طوال، ولكن كرة القدم تعترف بالجهد والعطاء.